ثم بعد ذلك الإمام يقول: عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا. يعني الناس إذا لم يعرفوا قدر الأئمة هذا لا يضرهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفعهم. إذا الناس حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله أو قتلوا الأنبياء، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ هذا لا يضر هؤلاء الأنبياء، لأن الحياة الدنيا أيام قلائل وتنتهي، مصيرنا جميعا إلى الموت. الناس أطاعوا الأنبياء أو لم يطيعوهم، لا يتضرر هذا النبي، مقامه عند الله سبحانه وتعالى لا يقل، درجته لا تقل. كما أن الناس إذا أنكروا وجود الله، إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى، إذا عصوا الله سبحانه وتعالى، هل هذا ينزل من قدر الله؟ كلا. وما قدر الله حق قدره، لكن هذا ينزل من قدرة الله، من عظمة الله؟ كلا، بل الذي يتضرر هو هذا الجاهل. فالمقصود أنه نحن هذه الأوصاف لنا. هسه الناس عرفوا لا ما عرفوا، إذا عرفوا فبصالحهم، هم فازوا، وإذا لم يعرفوا فإلى جهنم وبئس المصير.